بسم الله ربنا أرنا ما ينفعنا وأعنا على إتمام على الشروط التي رضيت بها آمين يا كريم. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى أي ذكرك يا كريم وكانوا قوما بورا بايرين كما سلعة بائرة من رمى حد ولا امرأة فاسدة تبارت لأنه ما يرمى حد كواعد ولو هو من آل الضلالة ومع ذلك ما يرمش امرأة تزوجها هي بائرة. ورينا في تونس النسبة المئوية للعوانس ذكور وإناث أننا قاعد يرتفع. لماذا؟ لأنهم غابوا عن الحضور بين يدي الرحمن في كل أمورهم وخابوا وخسروا وخاب من اتخذهم أمثالا لهم. ولكن الحمد لله الذي نراه الآن أن الشباب من طاعت هي كما تقول يتبرى من الشبال الشايب والعيب معه بوه ولا جده ولا يكرههم ولا يلوم ما جاء به الإسلام من أخلاق سامية ومن دائما هذه الأخلاق. نسأل الله كل خير ووفاق وهو الخير الرزق والسلام على أهل الإسلام.